بكم في IHTV News. نحن نتواجد اليوم في إمليل، المنطقة الجبلية الخلابة كان فيها الضباب والبرد والشتاء، الجمعة والسبت، واليوم أصبحت مشمسة وجميلة جدا جدا. اللي بغا لو كالم، الطبيعة، الديكونيكتا، كنصحوه يجي لهاد المنطقة الجبلية الخلابة كما كتشوفوا معنا هنا جبل توبقال اللي عنده شوية السفل والركابي. أرامات جبل، والسلام عليكم. وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.